مساء الخير، أهلا بكم. حلقة جديدة من برنامج اليوم. العنوان الرئيسي لمتابعتنا في هذا اليوم الرسائل الهامة التي أكد عليها الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع مديرة صندوق النقد الدولي، خصوصا ما يتعلق بأولوية الحكومة والدولة المصرية في تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، تحديدا في مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. ده إلى جانب طلب الرئيس السيسي مراعاة الظروف المحيطة بالمنطقة وتأثيرها على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. زي ما تابعنا في التقرير المعلوماتي، شدد الرئيس السيسي خلال استقباله كريستيانا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصا مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار. أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات اللي بتتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة. من جانبها، أعربت جورجيفا عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات. أشادت كذلك بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة. عقب هذا اللقاء، لقاء جورجيفا بالرئيس السيسي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا مشترك مع مديرة صندوق النقد الدولي، وقال فيه إن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد. من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إن مصر التزمت بالإجراءات التي كان من شأنها أن تدفع بنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل خاصة للشباب. أكدت كذلك أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، ووضحت أن معدل النمو ارتفع بينما انخفض التضخم وصل إلى 25%، ولكن ما زال هناك اتجاه لينخفض ليصل إلى 17%. أضافت أيضا قائلة: مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات، ورسالتي للشعب المصري أنني على ثقة أنكم سترون فوائد هذه الإصلاحات في صورة اقتصاد أكثر رخاء ونموا. ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور عبد المنعم السيد. مساء الخير يا دكتور، وهو مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور يا فندم، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني بداية، أهمية الرسائل التي شدد عليها اليوم الرئيس سواء لمديرة الصندوق أو للداخل المصري. طبعا هي رسائل مهمة جدا، وأيضا زيارة مديرة الصندوق لمصر هي أعتقد زيارة مهمة جدا، ويمكن وجودها في مصر هي يعني تأكيدا للثقة في الاقتصاد المصري. أولا مديرة الصندوق تحدثت عن مجموعة من الإيجابيات الموجودة في الاقتصاد المصري تمت خلال الفترة الماضية، منها نزول المعدل التراكمي للديون الخارجية بأكثر من 10%، يعني في حدود 15 مليار دولار، وأيضا انخفاض معدل التضخم ليصبح 24%، في حين أنه كان العام الماضي في حدود 36%، بالإضافة إلى أنه توقع أن ينزل إلى 17% خلال عام 2025. وأيضا أشارت الإجراءات الإصلاحية الخاصة بالدولة المصرية التي تمت، سواء كانت في معدلات تخفيض معدلات البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وأيضا الاتجاه إلى تمكين القطاع الخاص، وكلها إشارات جيدة يعني تؤكد على يعني أن الاقتصاد المصري اقتصاد جيد، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية الموجودة في المنطقة. تأكيدات سيادة الرئيس اليوم هي أن لا يكون هناك أعباء
على المواطنين المصريين إضافية يتم إضافتها من خلال البرنامج المتفق عليه من الصندوق، وأيضا أن مصر ملتزمة بكافة الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية التي ألزمت نفسها بها خلال الفترة الحالية، وهي الفترة التي تعتبر المرحلة الثانية من عملية الإصلاح الاقتصادي أو عملية الاتفاق المجدد مع الصندوق، واللي بدأ في إبريل الماضي بالاتفاق على حصولنا على 8 مليار دولار مقابل أن يكون هناك على أقساط طبعا مقابل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية داخل الموازنة العامة المصرية وداخل الهيكل الاقتصادي العام المصري، وتخفيضا لعجز الموازنة الذي كان يصل في يوم الأيام في 2015 لأكثر من 13%، النهاردة بنتكلم على عجز موازنة في حدود 6.2%. نعم، طيب يعني المفروض ان بعد غد هيكون في مراجعه الرابعه للصندوق. صحيح. في ضوء ما تم استعراضه سواء في لقائها مع الرئيس او مع رئيس الوزراء، هل الصندوق مدرك للتحديات وما اكد عليه الرئيس من موضوع عدم يعني تحميل المواطن المصري تبعات ظروف بالظبط، ظروف ممكن يكون ملوش دخل فيها بسبب يعني مشكلات إقليمية أثرت على مواردنا الدولارية وغيرها في الاقتصاد المصري، هل تتوقع أن تكون هناك ربما بعض الوصول لمرونة فيما يتعلق بالاشتراطات للمرحلة القادمة، السياسات اللي هيطلبها الصندوق من مصر في المرحلة المقبلة؟ هو بداية المراجعة الرابعة اللي هتبدأ بإذن الله يوم الثلاثاء بعد غد، الهدف منها مراجعة المستهدفات الخاصة بالدولة المصرية والإجراءات التي تمت خلال العام الماضي أو الفترة الماضية من إصلاحات هيكلية وأيضا إصلاحات داخل ما يطلق عليه مرونة سعر السقف. هذه الإجراءات يمكن النهاردة احنا بنتحدث عن عندنا يعني تقرير صادر من أكبر مؤسسات دولية خاصة بالمالية لمؤسسة فيتش التي بتؤكد على أن تصنيف الائتمان المصري ارتفع، وده يعتبر دعامة للاقتصاد المصري، وأيضا أكدت في التقرير الخاص بها على مجموعة من الإجراءات أو اللي اتخذتها الدولة المصرية، منها مرونة سعر الصرف، منها عدم التدخل في تحديد سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وأيضا مجموعة الإجراءات الإصلاحية. البرنامج او المراجعه الرابعه الهدف منها زي ما احنا قلنا مراجعه المستهدفات، وباذن الله عندما تنتهي هتتحصل مصر على الدفعه الرابعه من اتفاقيه الصندوق التي تقدر ب 1.3 مليار دولار، وبلا شك ان هناك يعني اقتناع تام لدى الصندوق، وده ما اكدته اليوم مديرة الصندوق، أن مصر ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية أو ضغوط إقليمية بسبب التوترات الموجودة في الإقليم والتي أثرت سلبا على إيرادات مصر، لا سيما في قناة السويس اللي انخفضت إيراداتها في حدود 6 مليار دولار، وده رقم كبير جدا يمثل 60-65% من حجم الحصيلة التي تأتي من قناة السويس، ومن ثم الضغوط التي يعني يتكبدها الاقتصاد المصري. فلا شك أن الأيام القليلة أو الساعات القليلة هتصفر عن تعديل لبعض الاتفاق اللي تم مع الصندوق، لا سيما أن احنا ملتزمين بالإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الاقتصادية، ولكن الحديث عن إطالة المدة الزمنية بدل أنها تنتهي في 31 ديسمبر 2025، أنها يعني تزاد إلى 2026 أو 2027، وده عشان يخفف الضغوط التي على المواطنين وما يكونش عندي ضغوط تضخمية يواجهها المواطن المصري. صحيح. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، ينضم إلي سيادة النائب أيمن محسن مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني. سيادة النائب مساء الخير، وأبدأ بالحديث عن برامج الحماية المجتمعية، في رأيك كيف كانت فاعلة في تخفيف يعني آثار المشكلة الاقتصادية اللي بيواجهها العالم كله وتبعات ما يجري في المنطقة على الاقتصاد المصري، وأيضا بالتوازي الخطة الاقتصادية لتصحيح أو تطوير الاقتصاد المصري؟ الحقيقة طبعا القيادة السياسية كان لها دور الأسبقية في ذلك، لأن القيادة السياسية الحقيقة بشكل قاطع جدا كانت رصدة كل ما يدور في الاقتصاد العالمي بشكل مطلق والاقتصاد الإقليمي بشكل أدق الحقيقة. وكان حزمة المساعدات اللي اتعملت للدولة من سواء رفع الأجور مرتين ورا بعض أو
الحقيقه برضو نقدر نتكلم على 636 مليار جنيه في الموازنه العامه الحاليه عشان تواجه نسبه الزياده ونسبه ارتفاع الاسعار اللي موجود في مصر والعالم كله. هذه الاجراءات الاستباقيه خفضت كثير الازمه على المواطن، والاهم من كده الحقيقه نحن ننعم بقى يمكن نكون الدوله الحمد لله القليله من الدول القليله اللي كل المؤن الحقيقيه موجوده، السلع كلها متوفره، لا نعاني من ازمه. كنا في المؤتمر الاسبوع الماضي حقيقه في شرق اوروبا، لفيت اربع دول شرق اوروبا. انا عايز اقول لسيادتك في حاله من الكساد الرهيب من جراء الازمه الاوكرانيه الروسيه، فالحمد لله احنا في مصر بننعم حتى هذه اللحظه. اي نعم عندنا ضغط ارتفاع اسعار، ولكن ما عندناش سلعه واحده غير موجوده. صحيح. طيب وده مش اعترافنا احنا، يعني برضه سيادتك شفت النهارده يعني الحقيقه رئيس الصندوق بالتحديد بتقول، هو بتقول نفس كلامنا، بتقول ان احنا بنقوله كمصريين، بتقول انها مندهشه ان مصر بالرغم من هذه الصدمات على حد الفظع الاقليميه الاقتصاديه الكبيره، الا ان مصر سددت كل ما عليها من ديون وتستطيع انها تسدد اكثر، الحمد لله، وده هيبقى فعال في مراجعتها الحمد لله. في راي حضرتك في المراجعه القادمه هل تشارك دكتور عبد المنعم السيد يعني تفاؤله بان المناقشات ستكون تتجه نحو مرونه اكثر بما ان مصر تصنيفها الائتماني بقى افضل، بتسدد ديونها، التضخم بينزل، يعني كلها مؤشرات إيجابية، هناك مرونة ستبديها رئيس مديرة الصندوق ربما في هذه المفاوضات اللي هتعقد بعد بكرة؟ الحقيقة هي رفعت سقف تفاؤلنا، كنا متفائلين بصراحة من اللي حصل من يومين لما وكالة فيتش العالمية قالت ان مصر تصنيفها استقرارا للمستقبل موجبا. الحقيقة ده كان حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنا، كنت تفائلنا ان الصندوق هياخد ده في الاعتبار، ولكن كلام مديرة الصندوق النهارده رئيس الصندوق النهارده ادانا تفاؤل اكبر بانها تراجع ده، طبعا لانها قالت بوضوح شديد جدا ان مصر تستطيع سداد ما عليها من التزامات مقبلة. هو ده المعيار الاساسي للصندوق. الصندوق عندما يجد ان معدل نموه بيزيد للضعف تقريبا من 2.4 ل 4.2 في دوله في هذا العمر، هو شيء يدعو للاطمئنان، يعني يدعو الصندوق للاطمئنان، ونحن ايضا مطمئنين ان الصندوق من هنا سوف يكون له الحقيقه طبعا مراجعه حقيقيه وتاجيل بعض الالتزامات او جدوله بعض الالتزامات اللي هيكون له اثر على عدم زياده الاسعار عما هي عليه. صحيح. اشكرك شكرا جزيلا سياده النائب ايمن محسب مقرر لجنه اولويات الاستثمار بالحوار الوطني. خلينا نستمع لابرز ما جاء من تصريحات في المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء ومديره صندوق النقد الدولي. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومديره صندوق النقد الدولي مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية في إطار الزيارة التي تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولي لمصر. الشراكة بين مصر والصندوق يعني شراكة دائما كانت يعني في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خططها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي، وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في خلال الفترة القادمة. هذه المرة أتيت لأقدم احتراماتي لفخامة الرئيس السيسي ولحكومة مصر وبالطبع للشعب المصري على القوة غير المسبوقة التي أظهرها في خلال هذا الوقت العصيب في المنطقة. أيضا أردت أن أخبر الناس من هنا من القاهرة كم تقدير صندوق النقد الدولي لهذه الشراكة، وأننا نقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرار مصر وتطورها وتنميتها الاقتصادية. وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي أن صندوق النقد يدرك قوة الإجراءات التي اتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب المصري وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية. مصر عززت من الحماية الاجتماعية وذلك عن طريق
الانتهاء التدريجي من الدعم الحكومي، وذلك من أجل أن يكون الدعم الحكومي المتبقي موجها لمن يحتاجونه بالفعل. هذه التحركات أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشراته، وتعزز من الفرص المستقبلية، وأيضا الكثير منها أظهر نتائجه على الأرض بالفعل. وأشارت كريستالينا إلى انخفاض التضخم في مصر هذا العام إلى 25% مقارنة بنسبة العام الماضي التي كانت تقدر ب 37%، وهناك اتجاه لخفضه إلى 16% نهاية العام الجاري. تراكم الدين قد انخفض، وذلك يعني أن مصر قد أصبحت أكثر أماناً في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية. نروح لمتابعة أخرى مهمة، ساعات بتفصلنا عن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ12، واللي بيستمر خلال الفترة من 4 ل 8 نوفمبر الجاري. اختارت الأمم المتحدة مصر لاستضافة المنتدى تتويجا لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة. إذن الحكومة المصرية بتكثف من استعداداتها لانطلاق فعاليات المنتدى الحضري غدا بإذن الله، وأعلنت وزارة النقل اليوم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتوفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة عبر تشغيل 100 حافلة لنقل الرواد بالمجان. ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أستاذ أكرم مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني استضافة مصر لهذا المؤتمر أو المنتدى المهم هو بيأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية واهتمامها البالغ بتسريع وتيرة التحضر والاستدامة في بناء المدن. تقييمك لجهود مصر في هذا المضمار تحديدا؟ يعني بالتأكيد الحقيقة يعني فكرة أنه المنتديات الكبرى الدولية التابعة للأمم المتحدة أو المنتدى التحضر وغيره المنتدى الحضري، اعتقد انه هي فكره مهمه وترتبط بطموحات الدول العربيه وقدرتها على بناء سياقات تستطيع من خلالها استضافه هذه المنتديات والمؤتمرات اللي ما كانتش الحقيقه موجوده. يمكن مؤتمر المناخ كاب 27 واستضافته في مصر، ثم السنه التاليه كان في الامارات العربيه المتحده. الحقيقه دي مصر كانت بادئه في هذا الامر، وزي ما انت اشرت في السؤال بالفعل مصر بتقدم تفاصيل مهمه. يعني فكره المناخ كانت تبدو احيانا ان هي فكره طرفيه شويه ومرتبطه بالدول الغنيه، اتضح انه تاثيراتها على افريقيا وعلى دول العالم الثالث والدول اللي اقل مشاركه في الانبعاثات اخطر، وده اللي نبهت اليه مصر اللي كانت اول دوله عربيه وافريقيه تضيف المنتدى تغير المناخ. نفس الشيء الحقيقه في المنتدى الحضري العالمي، اولا هو دي الدوره ال 12 واول فعاليات ليها كان في 2002، والحقيقه اول دوله عربيه استضافته كان في ابو ظبي قبل كده، ثم النهارده بنتكلم اول دوله عربيه برضو يعني وافريقيه مصر بتستضيف هذا المنتدى. اعتقد ان هو الثاني في افريقيا لانه اول دوره عقدت 2002 في نيروبي،
وكمان الحقيقة فرصة مصر إنها تستعرض تجربتها في التنمية والعمران مشروعات مختلفة، وكمان مش لازم المنتديات الحقيقة بتكون فرصة كمان لطرح التساؤلات الخاصة بالمناخ، التساؤلات الخاصة بالطاقة الخضراء، التساؤلات الخاصة بالبنية الأساسية وحق وطموحات الدول الناشئة زي مصر وغيرها في إنها تدعم هذه الفكرة. ومصر لديها تصور إنها تعاون وشراكة مع كل الدول، وكمان لديها تصور في إصلاح النظام الأممي بشكل يكون أكثر فعالية فيما يتعلق بالاقتصاد ومثل هذه المنتديات. والحقيقة في 10,000 شخص سجلوا في هذا المنتدى من دول العالم اللي هتبث الحقيقة أعماله بلغات الأمم المتحدة الستة، ودي كان مصر استبقتها الحقيقة بجولات وافتتاحات مختلفة وفعاليات مختلفة ثقافية، لأن جزء من منتدى الحضاري هو التمهيد اللي عملته مصر من عروض ثقافية وسياحية في مصر الخديوية، في مصر القديمة، في مصر في متاحف مصر، وما يبقى فيه 10,000 يعني عرض مشاهد التراث والقاهرة، وكمان الحقيقة حجم ما تحقق فيما يتعلق بالتعامل مع التراث والتعامل مع الصيغ المختلفة الخاصة بتطوير حماية وصيانة التراث الإسلامي والقبطي والفرعوني يعني مصر الفاطمية وغيره. نعم. وده بيعكس تنوع في هذا الأمر، فالحقيقة كمان هتبقى فرصة لأنه مصر تستعرض يعني تجربتها التنموية والعمرانية فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع اللي تم إنشائها على مدى السنوات اللي فاتت، خطوط النقل، خطوط القطارات، فكرة التعامل مع البيئة وإزاي نواجه التغيرات المناخية، وكمان حمل الأفكار التنموية والأفكار التحضرية ما يتعلق كمان بأفريقيا نفسها، وأن مصر دائما تتحدث باسمها وباسم أفريقيا وباسم. صحيح. ونتمنى ان شاء الله ان يكون منتدى يعني مثمر وناجح، 52 دولة، 115 عارض، 6 جلسات و9 محاضرات، رؤساء دول هيحضروا، فان شاء الله يكون منتدى ناجح ومثمر ومفيد. اشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتب صحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. نخرج الى فاصل والمتابعات متواصلة من بعده. أقل من 48 ساعة وينطلق السباق الرئاسي الأمريكي ليعرف العالم من سيكون ساكن البيت الأبيض الجديد، دونالد ترامب رئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري، أم كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي الساعية لأن تكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا المنصب. المزيد من المتابعة مع ضيفنا دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أيمن مساء الخير. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني لن نعتمد على استطلاعات الرأي، ولكن سنذهب مباشرة للجولات المكوكية التي يعقدها دونالد ترامب وكامالا هاريس في الأيام الأخيرة ومقابلة الجمهور. في رأيك من يملك الحظوظ الأكبر خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي ترجح كافة هذا أو ذاك؟ الاقتصاد، الإجهاض، الشؤون الداخلية والاستقرار؟ أولا في رأيي أن السباق متقارب للغاية، لأن غالبية استطلاعات الرأي لم تكن كلها
بتأتي في يعني تفوق دونالد ترامب أو كمالا هارس، كل يتفوق على الطرف الآخر في إطار هامش الخطأ. يعني بعض صباح اليوم نيويورك تايمز بالاتفاق مع كلية سينا لقياسات الرأي العام قالت أن كمال هارس تتفوق على دونالد ترامب بحوالي نقطة مئوية. استطلاع للرأي بالأمس قال أن ترامب يتفوق على هارس بحوالي 1.2. معروف أن هامش الخطأ يزيد عن 2.5 إلى 3.5%. في رأيك من الممكن أن يعني يحسم السباق؟ الناخبون الجدد قد يكونوا هم الورقة المفاجئة، الحصان الأسود إذا جاز التعبير، من انضموا إلى تصويت مؤخرا خاصة النساء؟ أنا في رأيي من سيحسم الأصوات هم المستقلون، لأنه كما تعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية هناك انقسام كبير جدا. هناك الكتلة الصلبة التي تدعم دونالد ترامب من البيض ومن الجمهوريين، وهناك أيضا الطيف الواسع للديمقراطيين الذين يدعمون كمال هارس. ما بين هؤلاء وهؤلاء هناك كتلة تصل إلى حوالي 13% من الناخبين. هؤلاء يطلق عليهم الناخبون المستقلون أو المتأرجحون أو حزب الكنبة الأمريكي إذا جاز لنا أن نصفهم بهذه الصفة. هؤلاء حتى اللحظات الأخيرة قد يغيروا موقفهم، وكثيرا ما يقف في الناخب في طابور الانتخابات ويسمع قصة جديدة عن هارس أو يسمع موقف جديد عن دونالد ترامب يجعله أن يغير موقفه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك في الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بالناخب الخجول. الناخب الخجول لا يقول رأيه بصراحة لوسائل الإعلام ولجهات استطلاع الرأي. إذا شعر أن المستطلع رأيه يميل لكمالا هارس يعطيه رأيا مع كمال هارس والعكس بالعكس. هذه النقطة الثانية. هناك نقطة ثالثة وهي في غاية الأهمية وكثير من وسائل الإعلام ربما لا تلتفت إليها. هناك ما يسمى بالتصويت التفاضلي في الانتخابات الأمريكية. معروف في أي انتخابات أن الذي يفوز ويحصل على 50%+1 في أي ولاية ويحصل على إجمالي أصوات المجمع الانتخابي. يعني كمال هارس مؤكد أنها سوف تحصل مثلا على 59 صوت لولاية كاليفورنيا، وإذا ما فازت في ولاية مثل فلوريدا سوف تحصل على 29 صوت بالكامل. لكن ما هو التصويت التفاضلي؟ إذا المرشحين الكبيرين، مرشح الحزب الديمقراطي ومرشح حزب الجمهور ومرشحة الحزب الديمقراطي، لم يحصل أي منهما على 50%+1 وأقل من 50%، بيتم بعد ذلك حساب آخر شخص أو آخر مرشح في قائمة المرشحين. لأن بالمناسبة ليس فقط كمال هارس ودونالد ترامب المرشحين للرئاسة. صحيح أشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية. بالتأكيد هذه الانتخابات هي الأكثر سخونة عن سابقاتها. أشكركم على متابعتنا لهذا اليوم، وفي الغد متابعات أكثر. إلى اللقاء.